والوالد يقدر يمشي يخطب ليه. الله يشافيك اخا. اذا ارجع لكم مثلا اربع ساعه تفيقات نطلع. ديفيوس زعما خوف انا. واخا وليدي شنو الموهبة ديالك؟ أنا الموهبة ديالي كنشطح كنغني. كتشطح؟ صح في الدار ديالنا كوليدي حنا عندنا هنا الرجلة وعندنا هنا الكوميديا. كنغني. شنو كتغني؟ كنغني الغربي، كنغني الشرقي، كنغني الراي. عندك عندك الديوانة في الحاجوكة. واخا وليدي سمعنا الشرقي بعدا. شرقي واخا. أهلا على الشباب. كيف انتوما؟ كيف أيامين؟ زيد زيد. قالوا مش قايلالو سكتالي خليه يشوف علي ايه اللي ناوي علي خلي خبي خياله لما غيب البسكم هادي انا لا ماسكش صوتي. واش ماشي نقول لك وليدي صقح شكون اللي قالك عندك الموهبه؟ ماما سخط عليك حتى نهار دابا جا علاش؟ ايه شوف العيب عليا انا كنقول العيب عليك دابا تي ثلاثة مرات ايه وعندك مشكل في الحاج وقال لي مخلع مخلع عادي مخلع عصبتيني سال 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 ما تعصبنيش ما ساكن لا يتعلم باسل حول ولا قوة إلا بالله خلي النمرة ديالك لعل وعسى نعيطوا لك عندي جوج النمرة عندي النمرة الواتساب عندي النمرة عادية شاف واخا يغني لها عادية واخا شو ستة 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 كلشي ستة لا دابا كتدخل سيرو سيرو أربعة أربعة خمسة خمسة عندي تليفون كيحمر بحال نمرة شكرا يا وليدي شكرا شكرا صفو على هاد بياسة شكرا سلام حول ولا قوة إلا